ذات الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وبناء على اقتراح من الوزير الأول تم تعيين السادة السيد يحيى والحد أمين وزيرا للدفاع الوطني، وزيرا للتجهيز والنقل السيد يسلمو والسيد المختار والحبيب، وزيرة للمياه والصرف الصحي السيدة ناها متحمدي المكناس، وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني السيدة مقبولة متلمام والبرديد. كما أسلفت وعيد أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وبناء على اقتراح من الوزير الأول تم تعيين السادة وزير الدفاع الوطني السيد يحيى والحد أمين، وزير التجهيز والنقل السيد يسلمو والسيد المختار والحبيب، وزيرة للمياه والصرف الصحي السيدة لها متحمدي المكناس، وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني السيدة مقبولة متلمام والبرديد.